قررنا ناخذ نشتري طاقة شمسية تريحنا كثير. الطاقة الشمسية بالنسبة للعمل لا فيها أعطال، لا فيها خراب، لا فيها أي شيء، وفيها إنتاج كويس بالنسبة للمزارعين. الشعب بده يضل على الديزل وعلى المازوت على المولدات، صعب عليه. فأفضل شيء هي وأوفر شيء هي الطاقات، بيشتريها تقريبا بيحطها على $500 فرد مرة، وكل سنتين ليبدل البطاريات. هي أوفر شيء له.